صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي فين ما كنتم داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم من خلال برنامج لالا مولاتي، برنامج المراه بامتياز. اليوم من خلال فقرتنا المتنوعه غادي نبداوها كالعاده بشيوات لالا مولاتي، ومشاركه معنا المستمعه الوفيه جدا البرنامج ملكه ام ويام من بالويدان، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجدنا اليوم. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا على شكون الفائزه المحظوظه في المسابقه، واللي في نهايه كل شهر كتمنحكم الفوز بطاقم ديال الذهب، وكنتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. في فقرة كيفاش تكوني إيجابية في تربية أطفالك ورفقة الكوتش أسماء مجاني، اليوم غادي نعرفوا معها الدور والأهمية ديال مشاركة الأطفال في المهام المنزلية. غادي نتعرفوا على كيفاش الدور يعني والأهمية ديال هاد توزيع المهام ومشاركة الأطفال، أنهم يعاونكم في أمور ديال البيت وحتى خارج البيت. فكيفاش نشاركوا الأطفال؟ غادي نعرفوا معلومات مهمة جدا رفقة الكوتش أسماء مجاني. وحتى أنتم مستمعينا إلى عندكم أي تساؤلات فيما يتعلق بأطفالكم، حاولوا أنكم إما تصيفطوا لنا أوديو يعني في الرقم ديال الواتساب الخاص بالمسابقات، يعني الرقم ديال الواتساب الخاص بالمسابقات، حاولوا أنكم تصيفطوا لنا أوديو فيه مثلا انا يعني ام فلان ها السن ديال ولدي، ها شنو المشكل اللي عنده مثلا، او الصعوبه اللي كنلقى معاه. وحنا من خلال الفقره ديال التربيه الايجابيه رفقه الكوتش اسماء مجاني غادي ناخذوا هذوك التسجيلات، وغادي نحاولوا اننا نجاوبوا على كل التساؤلات ديالكم. غادي تلقاوهم من خلال الفقره ديال كيفاش تكوني ايجابيه في تربيه اطفالك. من خلال الاقتراحات اللي غادي نقترح عليكم اليوم، غادي يكون ديسير ديال خيزو اللي هو سهل في التحضير، وكذلك عصير ديال القرعه الحمراء. دائما قررنا خاصه في هذه الوقيته اننا نركزوا على الخضر والفواكه، كيفاش ممكن اننا ندخلوهم بطرق اللي هي ذكيه بالنسبه للاطفال وحتى بالنسبه للكبار اللي ما تياكلوهمش وهما باينين، فرصه اننا نعطيهم لهم بطرق يعني متعدده باش نستافدوا من القيمه الغذائيه اللي فيهم. فغادي ناخذوا العصير ديال القرعه، طريقه التحضير ديالو كيجي لذيذ بزاف، وكذلك ديسير بخيزو. واقتراح اخر اللي هو الشيف لور، ماشي كل شيء كيبغي الشيف لور، كاين اللي عزيز عليه وكاين اللي لا، سواء كبار ولا حتى يعني صغار. فالشيف لور دابا غنديرو على شكل كريسات، حتى هو كيجي زوين، وكاين طرق كثيره. نتمنى كذلك اليوم من خلال التواصل المباشر غادي نمشيو نتعرفوا على الحداقه ديالكم من مختلف مدننا واقاليمنا المغربيه. نتمنى اننا نجاوبوا على طلبات المستمعات، وخاصه فيما كيخص الخضر والفواكه الموسمية، كيفاش ممكن أننا ندخلوها بطرق اللي هي ذكية واللي طرق اللي هي سهلة باش يعني يأكلوها الكبار والصغار، باش نجاوبوا على الطلبات ديال المستمعات. وحتى نتوما بحال دابا الشيف لور أنا نعطيه دابا على شكل كريسات، نتوما اللي عندكم طرق أخرى كيفاش كتصايبوا الشيف لور واللي نهائيا ما كيبانش يعني بانه شيف لور وكيجي لذيذ وفي نفس الوقت كيتكال بسهوله، حاولوا انكم تعطيوا هذه الاقتراحات باش نفيدوا بهم بعضياتنا من خلال 0522 88 00 61 61 62. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقراتنا شهيوات لالا مولاتي. كنجدوا الترحاب والتحيه الصباحيه على كل المستمعين الاوفياء وخاصه العدل تحقوا بنا اللحظه في البرنامج، كنتمنى لهم بدايه اسبوع موفق ان شاء الله. غادي نمشيو مباشره عند ملكة أم ويام وغادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير ملكة. صباح النور اختي سناء، لاباس عليك؟ كصبحتي؟ الحمد لله كصبحتي انت، لاباس عليك؟ بارك الله فيك، الحمد لله على اختك. مرحبا سميحة والطاقم التقني ديال ميد راديو والمستمعات كاملين. شكرا لك، مرحبا بسلامك. الله فيك. المهم غنبداو باش يبقى لنا الوقت ان شاء الله. واخا يبقى الوقت غنبداو بواحد الشوربه ديال الشوفان. ايه واخا، نعطيك الطريقه والمقادير في نفس الوقت. كنحتاج واحد جوج مطيشات، كناخذ واحد المجره كندير واحد جوج مطيشات محكوكين، واحد بصله محكوكه، شويه الزيت كنخلطوها زيت بلديه وروميه، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخرقوم، ايه شويه القزبر ومعدنوس تقريبا واحد جوج معالق كبار، ايه وواحد زلافة صغيرة ديال اللحم كنقطعو طريفات صغيورين، وواحد ضامة ديال البنة بقرية، المهم هاديك اختيارية، والماء الكافي، وتقريبا واحد زلافة متوسطة ديال الشوفان. واخا. المهم الطريقة كنديرو مطيشة هي الأولى مع البصلة والزيت والعطرية والقزبر والمعدنوس واللحم، وكنديرو الماء الكافي كنسدو عليه ملي كنحسو بداك اللحم طاب، كنزيدو الشوفان في الاخر. هذه شوربه ساهله وزوينه فعلا، صحيه الله يعطيك الصحه.
صافي في الاخر كنزيدو ديك ضامه البنه، هذيك اختياريه، اللي بغى يزيدها كيزيدها، اللي ما بغاش يعني بلاش. وغنعطيك عاوتاني واحد الشوربه بالخضره، ايه كنحتاجو واحد جوج بطاطاس يكونوا كبار، جوج خيز زواج، شويه اللوبيا الخضراء تقريبا واحد زلافه صغيره، واحد مطيشه صغيره، طرف ديال القرعه الحمراء تقريبا واحد جوج لفتات، شويه الزيت بلديه، شويه الملحه، والابزار، سكينجبير، الخرقوم، وواحد ربع حامضه مصيره هذيك ضروريه، ايه واخا وطرف ديال صدر الدجاج تقريبا واحد 150 غرام، وشويه الربيع، والماء الكافي، والشي كنقطعوه يعني طريفات عشوائيه، وكنديروا هادشي كامل في طنجره، وكنسدو عليه ملي كيطيب كنطحنوه. ايه عاد الشوربه اختي سناء كتجي زوينه، وما كتبانش هذيك اللوبيا والحامض، كيكون واحد المذاق زوين. كيف ما قلتي الحامض المصير يعطي واحد المذاق مختلف، اه غيره شويه. وكتجي زوينه، وتبارك الله الوليدات اللي ما تياكلوش اللوبيا، خيزو القرعه، يعني كلشي هادشي اللي كاين وصحيه. واخا. غنمشيو دابا لواحد الكيكه في المول اللي عاجب، واحد الكريمه كتجي زوينه حتى هي. كندير واحد جوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، ايه واحد الساشي ديال الفاني، نص كاس ديال النشا، جوج صاشيات ديال الكاكاو، جوج خمارات حمرين، والطحين الكافي اللي غيجمع لينا هذا الخليط، ايه والسير. وكنحتاجو واحد كاس ديال الماء، وواحد طريف ديال الحامض، وجوج معالق كبار ديال السنيده. الكريمه كنحتاجو نص لتر ديال الحليب، واحد جوج فلون ديال الفاني، السكر حسب الذوق ما كنكثروش، تقريبا غير واحد المعلقه ولا جوج معالق، واحد الباكيه ونص ديال داك البسكوي اللي فيه الخضر والاحمر، ايه العادي. ديال جوج دراهم ماشي ديال درهم، الباكيه العاديه ديال الجوج دراهم واخا. ديال جوج دراهم كنديرو باكيه ونص. كندير واحد البنانه، وكنديروا اما لاغوم ديال الكراميل، ولا ديال الفرومبواز، ولا ديال الشوكولات. هادو هما المقادير. واخا نمشيو الطريقه. تفضلي. كناخدو واحد الخلاط، كنديروا فيه جوج بيضات مع نص كاس ديال السنيده، كنخلطو مزيان، كنزيدو الزيت والحليب والفاني، وجوج صاشيات ديال الكاكاو، وجوج خمارات. من بعد كنديروا في واحد البول، كنزيدو نص كاس ديال النشا والطحين وجوج خمارات. الخليط كيكون خفيف، ما كيكونش ثقيل بزاف. صافي كنديرو في هذاك المول العاجب اللي كتكون فيه حفيره في الوصف. ملي كطيب لينا الكيكه ديالنا، كنخليوها تتبرد، وكنقلبوها في الطبق ديال التقديم. كناخدو السير وكنوجدوه من قبل، كيكون فيه كاس ديال الماء، طريف ديال الحامض، وجوج معالق ديال السنيده. ندفيوه شويه يكون سخون، وكنسقيو بيه هذيك الكيكه. كنمشيو للكريمه، كناخدو السيترو ديال الحليب مع جوج فلون ديال الفاني هذيك ديال درهم، والسكر حسب الذوق، ما كنكثروش حيت كاين هذاك البسكوي حلو والبنان حتى هو. صافي كنديروا داك الحليب مع الفلون كيفيض، كناخدو الكاس ديال الخلاط، كنديروا فيه باكيه ونص ديال البسكوي، واحد البنانه، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال لاغوم، اما ديال الكراميل، فرومبواز، الشوكولات، المهم على حسب السيده شنو بغات. من بعد كنزيدو عليه هذاك الحليب اللي خلطناه مع الفلون، وكنطحنو مباشرة، كنكبو في هذيك الحفيرة. صافي وكنزوقو باش ما بغينا، يقدر لنا نزوقو باللوز ايفيلي ولا الشوكولاتة الفيرميسيل. صافي وكنخليوها تتبرد. ايه هاد الكريمة اختي سناء كتجي الكيكة زوينة، مع فيها النشا، كتجي خفيفة من الداخل. واخا الله يعطيك الصحة. المستمعات يجربوها ان شاء الله. اكيد غادي يجربوها، تجي زوينة. تبارك الله عليك، ربي يخليك. معطيك حريشات في الفران، تا هما كيجيو معلكين وساهلين. غنحتاجو واحد 250 غرام ديال السميده رقيقه، 250 غرام ديال الطحين، كاس ديال السنيده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، ثلاثه المعالق كبار ديال الشوكولاته الفيرميسيل، شويه الملحه، جوج صاشيات ديال الفاني، واحد البيضه، كاس مخلط ما بين الزيت والزبده. ياك ما كنزرب اختي سناء؟ لا لا مزيان. معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش هذاك العادي،
جوج خمارات حمرين، جوج خمارات حمرين. ثلاثة المعالق كبار ديال الشوكولاتة ديال داك اللي كنديرو في الكوكيز، داك الحبيبات ديال الشوكولات، الحبيبات اييه بيبي شوكولا، واخا. وتقريبا واحد كاس تال كاسونس ديال الحليب، المهم غنحطو حتى انا واحد الكاس كبير ديال الحليب باش اللي غيجمع لينا هاد الخليط. اييه والتزيين كنحتاجو الكوك مخلط مع السميدة رقيقة، واخا. يعني في الاول كنديروا 250 غرام، يعني كنديروا المقادير كلها، كنخليو غير داك توك ثلاثه المعالق كبار ديال الشوكولات الفيرميسيل والشوكولات حبيبات حتى الاخر، عاد كنزيدوهم. الخليط شويه كيكون خفيف، ما كيكونش ثقيل بزاف، كنخليوه يشرب شويه، من بعد كنديروا كوكو كريسات، كندوزوهم في الكوك مخلط مع السميده، كناخدو واحد اللاطه كنفرشوا ليها داك الكارطيه الزبده، كنحطو الكريسات كنديرو لهم عافيه من الفوق بحال الشكل ديال الطياب ديال البهله، كنحسو بهم تشقو، عاد كنطلعوهم من الفوق باش كيكملو الطياب. هادو كيجيو زوينين سنه، وكيصبرو حتى السيمانه، نديروهم هكا في بواطه وكنخليوهم، كنعطيهم للوليدات في الصباح يفطرو بهم، كيجيو زوينين. واخا. هادي حرشه في المقله، حتى هي ساهله ودغيا كتوجد. كنديرو تقريبا واحد ثلاثة كيسان ونص ديال السميده، ما يعادل 450 غرام ديال السميده رقيقه، جوج معالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار ديال الزبده، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، علبه ديال الياغورت اللي الشربه داك ديال اللي كيباع 3 دراهم، داك اللي داير بحال العصير، وعلبه ديال الياغورت كنعمروها حتى هي بالحليب، كنخويو داك الياغورت وكنعمروها عاوتاني بالحليب. واخا. واحد الخماره ونص، اييه، واحد الساشي ديال الفاني وشويه الملحه. كناخدو في الاول ثلاثه الكيسان اونص ديال السميده الرقيقه مع جوج معالق كبار ديال النشا والزبده والزيت، وكنبسطوها مزيان باش كتدخل لينا ديك الزبده والزيت في السميده. كنزيدو العلبه ديال الياغورت ديال الشوربه داك اللي كيتباع ب3 دراهم، وكنزيدو الحليب وخمارونس ديال الحلوه والساشي فاني وشويه الملحه. كتكون سائله هذه الحرشه اللي كنطيبوها في المقله اللي ما كتلصقش، اييه، كتكون جاريه شويه صافي. بحال دابا هاد 3 كيسان ونص ديال السميده كيخرجوا لنا تقريبا 2 حرشات، اللي عندها مقله كبيره بزاف يعني راه غدير غير غتكب كمية الأولى وغدير عاوتاني كمية ثانية باش ما تجيناش طالعة بزاف. واخا. اييه صافي، ملي كطيب كنقصو عليها البوطة حيت فيها السنيدة، دغيا كتحمر من التحت باش ما تبقاش لينا خضرة من الداخل، كنقصو عليها العافية. من بعد كنقلبوها باش كتحمر عاوتاني من الجهة الأخرى. هادي السنة راه كتجي خفيفة بحال اللي كتباع في الزنقة، هي طيبة في المقلة. اييه بطريقة سهلة. السنيدة راه ممكن ما يديرش السنيدة، غير داك الياغورت هو حيت فيه السكر ممكن ما يديرش السنيدة. ممكن نستغنوا على السنيدة، واخا، نكتفي غير بالحلاوة ديال الياغورت. غير الحلاوة ديال الياغورت. غنمشيو لواحد الكيكة بخيزو الكركاع. اييه. فيها 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، كاس لاروب ديال الزيت، شوية الملحة، معلقه صغيره ديال القرفه، جوج كيسان ديال الخبز محكوك، كاس لاروب ديال الكركاع كنهرمشوه غير بيدينا، جوج خمارات، والطحين حسب الخليط. هذا الخليط كيكون ثقيل شي شويه حيت فيه خيزو. والتزيين كنحتاجو الكراميل، كنصايبو غير في الدار، كنديرو نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الماء و 16 قطعة ديال الشوكولاط ابيض. واخا. الطريقة كنديرو عاوتاني خلاط، كنديرو فيه 3 البيضات مع السنيدة والزيت، يعني المقادير كلها. اييه. حتى الاخر عاد كنديرو خزو محكوك، يعني كنديروه بالما ديالو ما كنعصروهش. واخا مزيان. وكندير جوج خمارات والطحين صافي، وعاد كنزيدو في الاخر داك الكركاع، كنحاولو داك الكركاع كنديروه في شوية الطحين باش ما كيهبطش لينا لتحت. اييه فعلا. صافي كنكبوه في المول، كناخدو كنوجدو داك الكراميل، كنديرو نص كاس ديال السنيده كنديرو في المقله اللي ما كتلصقش تيولي كراميل، وكنزيدو نص كاس ديال الماء، ما كنزيدوش في الاول تيولي كراميل، عاد كنزيدو نص كاس ديال الماء
كيتحجر لينا في الاول وكنخليه وكنقصوا عليه العافيه ومره مره كنحركوه حتى كتذوب لينا ديك السنيده مع الماء. في الاخر خارج النار كنزيدو 16 قطعه ديال الشوكولاته ابيض، يعني ممكن من 10 حتى 16. صافي كيولي بحال الكراميل ديال الزنقه. كنخرجوا الكيكه ديالنا كتكون باقا سخونه، كنسقيوها بهذا الكراميل وكنزوقوا اما باللوز مهرماش ولا الكاوكاو ولا الكركاع اللي عندنا في الدار. ايه هذه اختي سناء راه كتجي زوينه وداك فعلا ما كيبانش، والمذاق ديال القرفه مذاق مذاق القرفه والكركاع وخيزو يعني كيجيو يعني زوينين بزاف. شحال من حاجه ما تياكلوهاش، نحاولوا ما امكن ندخلوها هكا هادشي اللي كاين فعلا، ندخلوا الكرعه ندخلوا اي حاجه. واخا نزيد واحد الكيكه الى باقي الوقت. اي تفضلي. هذه كيكه بالشوكولاته، هي كتجي معلكه. كنديروا جوج بيضات، 150 غرام ديال الشوكولاته كحل، 20 غرام ديال الكاكاو تقريبا، واحد جوج صاشيات ونص ديال الكاكاو داك ديال الكاكاو المر. كندير واحد الخماره ديال الحلوه، 100 مليلتر ديال الحليب، يعني تقريبا كاس صغير ديال الحليب ماشي ديال العنبه، 100 مليلتر ديال الزيت، 125 غرام ديال السنيده، 180 غرام ديال الطحين، وواحد الساشي ديال الفاني. والتزيين كنحتاجو جوج ايفيلي، جوج معالق كبار ديال الكاسوناد داك السكر البني، والشوكولاط حبيبات تقريبا واحد جوج معالق. الطريقه اول حاجه كناخدو 150 غرام ديال الشوكولاط كحل، كنديرو معاه 100 مليلتر ديال الحليب، كنخليو هذاك الحليب كيدوب هذاك الشوكولاط كيدوب مع الحليب، كنخليوه يدفى شويه. في خلاط كهربائي كنديرو جوج بيضات مع 20 غرام ديال الكاكاو، 100 مليلتر ديال الزيت، 125 غرام ديال السنيده، وكنزيدو داك الخليط ديال الشوكولاط مع الحليب، كنخلطو مزيان. كنديرو في واحد البول كنزيدو 180 غرام ديال الطحين، واحد الساشي ديال الفاني، وواحد الخماره ديال الحلوه. صافي كناخدو المول انا درتها في داك المول الطويل كتجي زوينه، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بشويه الطحين، كنكبو هاد الخليط كنديرو عليه اللوز ايفيلي وجوج معالق كبار ديال الكاسونات وجوج معالق كبار ديال حبيبات الشوكولاط هادشي قبل ما كطيب الكيكه، وكندخلوها للفران. هادي اختي سناء راه كتجي معلكه من الداخل، فيها داك اللوز ايفيلي والكاسوناد والشوكولاط حبيبات كتجي زوينه. واخا غنمشيو دابا لواحد الكونفيتير كاين ديال الليمون. الليمون ايه صيفطي لي لاكس. كاين ديال القرعه الحمراء. مزيانين بجوج. ايه واخا. المهم ديال الليمون كنحتاجو واحد كيلو ديال المندرين، واحد كيلو ديال النافيل، كنحتاجو الكيلو ديال السنيده، جوج خزوات محكوكين، عصير حامضه، معلقه صغيره ديال النشا، وقشور ديال السفرجل. داك قشور ديال السفرجل سي هذيك الماده ديال البيكسين كيخلي لينا الكونفيتور ديالنا كيجي معلك وعاقد، كيخبط راسو فعلا. المهم كناخدو داك الليمون كنقشروه، كنحيدو ليه هذيك البيضه البيضه ضروري خاصها تحيد، والعظومه باش ما يجيناش مار. كنديرو في واحد الطنجره كنزيدو عليه كيلو ديال السنيده وكنخليوه ليله كامله، كنقطعوه كطريفات عشوائيه وكنخليوه. في الصباح كناخدو جوج خزوات محكوكين كنحكوهم كنزيدوهم حتى هما، وعصير حامضه، وكنديرو كلشي فوق النار تقريبا كنخليوه واحد 45 دقيقه. من بعد كنخليوه حتى يبرد، كندوزو في هذيك الطحانه ديال المطيشه، ودوك الخصور ديال السفرجل اختي سناء كنديروهم حتى هما في الاول، الخصور ديال السفرجل باش كيعقد لينا داك الخليط. ايه بحال الجيلاتين. وفي الاخر كنحيدوهم، اللي كنبغيو نطحنوا الخليط ما كنطحنوش معاهم، لا كنحيدوهم صافي، وكنطحنوهم مزيان كنرجعوه للطنجره، وكنزيدو معلقه صغيره ديال النشا كنخلطوها مع شويه الماء تقريبا غير واحد المعلقه غير باش كيتخلط لينا داك النشا صافي، وكنقصوا عليه العافيه ضروري العافيه تكون ناقصه باش ما كيتحركش لينا من الداخل يكون فيه السكر. مره مره كنحركوه كنخليوه حتى يبرد، كنديروه في قريعات مع قمين، وكنديروه انا في الفريكو ما كنخليش لتحت في الثلاجه، كنخلي هذيك القرعه اللي كنستعمل لتحت والاخرين كنديرهم في الفريكو، حيت راه ما كيجمدش اختي سناء كيبقى مده طويله. ملي كنبغيو القرعه كنجبدوها تقريبا واحد ساعتين
صافي وكان نخليوها غير تحت في الثلاجه ما كنرجعوش للفريكو. دابا انت مالك يعني اللي القرعه اللي كتستعملي ديال السيمانه مثلا كديرها في الثلاجه العاديه والكميه الاخرى كتوزعيهم باش ما يحمرش لينا حيت ما فيش مواد حافظه ما فيه حتى شي اي ديري في الكونجيلاتور اللي كنبغي نخلي كنخليه في الفريكو وكما كنبغي كنجبدي القريعه ديالو ولا البواطه ديالو غير وحده ومن الاحسن انا ندير دوك القريعات الصغيورين فعلا اي ما كيبقاش لينا مده طويله انا كندير غير دوك الصغيورين يعني سيمانه كيسالي ونجبد عاوتاني واحده اخرى. واخا هذا الكونفيتير ديال الخيزو حتى هو شنو الاخر ديال القرعه ديال هذا خيزو كاين ديال القرعه ديال خيزو فيه ديال خيزو اي خيزو مقطع دوائر دابا تبارك الله كاين داك خيزو اللون ديالو سميتو كيكون زوين كندير واحد الكيلو ديال خيزو مقطع دوائر كنديرو نص كيلو ديال الحامض كنقشروه وكيلو ديال السنيده والماء الكافي باش المهم الماء ضروري يكون تقريبا واحد اطرو حتى الاطرونس ديال الماء غير باش كيغطي لينا داك الخليط ديال الخيزو والحامض كناخذو خيزو كنقطعوه دوائر كنديروه في الطنجره كنزيدو عليه نص كيلو ديال الحامض كنقشروه حتى هو كنقطعوه طريفات صغار وكيلو ديال السنيده والماء الكافي وكنخليوه تقريبا واحد 45 دقيقه حتى هو كيطيب باش كيطيب لينا داك الخيزو من بعد كندوزوه في الطحانه ديال المطيشه وكنرجعوه عاوتاني فوق البوطه صافي كنبداو نحركوه فيه حتى كيبان لينا تعلك مزيان ما يبقاش فيه داك السيرو بزاف باش ما يخسرش لينا حتى هو كنديروه في قريعات وكنديروه في الثلاجه هذا حتى هو اختي سناء راه كيجي زوين وما كيبانش فيه مع المذاق ديال الحامض وخيزو ما كيبانش كاع واش خيزو فعلا هو كيف ما قلتي يعني سواء القرعه ولا خيزو ولا بالمندارين يعني مزيان نديرو هكا سبحان الله العظيم وما كيسولوش حتى الوليدات فعلا لانه كلشي مطحون اللون يعني ما باينش صح ما كيبانش اصلا الكونفيتير عزيز على الوليدات الصغار ما كيسولوش واش ديال القرعه واش ديال خيزو اييه واخا هذا ديال القرعه الحمراء حتى هو كيجي زوين كنحتاجو واحد الكيلو ديال القرعه حمراء تكون محكوكه واحد جوج خيزوات محكوكين واحد حامضه مقطعه طريفات صغار والسنيده كنحتاجو من 500 غرام حتى 700 غرام ديال السنيده المهم السيده دير غير 500 غرام الا جاها كمسوس يعني يقدر تزيد السنيده كنديرو واحد ثلاثه الكيسان ديال عصير ديال البرتقال غير كيسان ديال العنبه اللي ما عندهاش الليمون كدير غير الماء ماشي ضروري يكون عصير ديال الليمون يعني نفس الطريقه ديال الكونفيتير ديال الخيزو والبرتقال كنديروا القرعه محكوكه كنزيدوا عليها جوج خيزوات محكوكين حامضه حتى هي مقطعه طريفات وكنزيدوا عليها سنيده يعني حتى هو كنخليوه ليله كامله باش كيطلق هذاك الماء ديالو من بعد كنديروه في الطنجره كنزيدوا عليه ثلاثه الكيسان ديال عصير البرتقال ولا الماء صافو كنخليوه كيطيب القرعه راه دغيا كطيب يعني غير نص ساعه دغيا كيوجد اي دغيا كتنزل حتى هو كندوزو في هذيك الطحانه ديال المطيشه ما كنطحنوش في الخلاط الكهربائي باش يبقى شويه باين صافو كنبدا حتى هو كنحركوه حتى كيبان لينا تعلك وكنخليوه عاوتاني في قريعات بحال دابا كاينه تبارك الله القرعه كاين خيزو الليمون كنديرو قريعات ونديروهم في الفريكو ونخليوهم تقريبا راه كيبقاو شهور ما كيوقع ليه حتى شي حاجه ايه فعلا نختم بواحد البسبوسه اختي سناء الى بقى الوقت بسبوسه بسبوسه هي كتجي زوينه غنحتاجو واحد جوج بيضات كاس لاروب ديال الزيت كاس ديال السنيده واحد الساشي ديال الفاني قشور ديال الحامض ولا الليمون معلقه كبيره ديال الزبده كاس ديال الحليب كاس ديال الطحين جوج كيسان ديال السميده رقيقه وجوج خمارات ديال الحلوه والسيرو كنحتاج واحد كاس عصير ديال البرتقال وجوج معالق ديال السنيده والتزيين كنحتاجو الكوك يعني كنخلطو الخليط عادي كندير المقادير مع الزيت صافي كيكون الخليط شويه ثقيل كنديرو في المقله اللي ما كتلصق المقله ديال هذيك الثقيله ثقيله ديال البسبوسه فعلا وكنرشوها بالطحين وكنكبوا هذا الخليط اما كنديروا الطحين ولا السميده اللي عندنا كنكبوا الخليط اللي كطيب راه كتجي رطبه يا اختي سناء كنخليوها حتى تبرد السيرو كيكون سخون كنديروا عصير البرتقال مع شويه السنيده كيغلى لينا شويه وكنسقيوها بهذا الخليط وكنزينوها بالكوك
حتى هي راه كتجي زوينه. سناء وصباحك مبروك، الله يبارك والتحيه فيك. راك تسعدك. لا بالعكس، اقتراحات كلهم ساهلين وبساط راه وفي داك الشيء متناول انا الجميع. اي مكان حول ما امكن نعطيك اقتراحات يكونوا ساهلين في المتناول ديال الجميع ان شاء الله. وصباحك مبروك وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. شكرا لك بزاف ملكة أم وئام، مشكورة جدا على كل هذه الاقتراحات المتنوعة اللي وجدتي لنا بطرق اللي هما ساهلين وبساطة في متناول جميع السيدات، واللي نتمنى أنكم تكونوا سجلتوهم معنا ويعني وتقدموهم لأفراد الأسرة بالصحة والراحة. إذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نمشيو مباشرة تعرفوا على شكون الفائزة المحظوظة معنا اليوم في المسابقة اليومية واللي في سحب القرعة، وفرصة أنه مستمعات تربح معنا في نهاية كل شهر طاقم ديال الذهب. إذن مستمعينا فقرتنا المتنوعة مازالت مستمرة من خلال برنامج اللامولاتي، ووصلنا للمسابقة اليومية اللي كنختاروا فيها مستمعة اللي كتربح معنا منتوجات تنظيف المنزلية مهداة من إكسيت، وبالإضافة على أنه كل الصور ديالها كيدوزوا لسحب القرعة إن شاء الله باش تكون عندها فرصة كبيرة هي ورفقة كل المستمعات أنهم يفوزوا في نهاية الشهر بطاقم ديال الذهب. فاليوم معنا المستمعة فلاحي سهام من أكادير. الو، الو، السلام عليكم. صباح الخير سهام. عليكم السلام، ربي يخليك. كي صبحتي على خير، بداية اسبوع موفق ان شاء الله. ميرسي بيان على اختك، بارك الله الله يبارك فيك. تبارك الله عليك، ومشكوره جدا على المشاركه ديالك من خلال يعني الواتساب، بعثتي بالعديد من الصور، واليوم اختاريناك انك تربحي معنا ان شاء الله منتوجات تنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، والصور ديالك راه اكيد دازوا لسحب القرعه، ونتمنى انك تكوني حتى انت من المحظوظات اللي يفوزوا معنا ان شاء الله في نهايه هذا الشهر بطاقم ديال الذهب ان شاء الله. شكرا حبيبه، ربي يخليك. الله يبارك فيك، تحيتنا لك سهام فلاحي من اكادير، والكل اوفي انا باكادير ونواحيك، ونوجه لهم تحيه كبيره. ضعفوا الحظوظ ديالكم، شاركوا يوميا بصور فيهم المنتوج ديال اكسيت اللي نتوما اختاريتو في الدار انكم تنظفوا به، وصوروه لنا في البلاصه اللي نتوما نظفتوا بها المنتوج، وورقه فيها المدينه والكنيه ديالكم السميه باش نتعرفوا عليكم اكثر. وهاد الصور صيفطوهم لنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 056-87-70-55 056-87-70-55، ويوميا إن شاء الله كنختاروا مستمعة اللي كنتصلوا بها مباشرة في البرنامج وكتربح معنا منتوجات التنظيف المنزلية وإن شاء الله طاقم ديال الذهب في انتظاركم في نهاية كل شهر. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي. وصلنا لفقرة كوني إيجابية في تربية أطفالك، رفقة الكوتش أسماء مجاني. أهلا بك كوتش أسماء. أهلا سناء، الله يبارك فيك. اليوم من خلال موضوعنا دائما حول التربية الإيجابية اللي كنعرفوا فيها أمور كثيرة لأول مرة، بغينا نتكلموا على أهمية توزيع المهام المنزلية على الأطفال. فكثير من الآباء والأمهات تيفرطوا في تدليل الأطفال ديالهم وتيفشوهم وكيعطيوهمش نهائيا مسؤولية القيام بأعمال منزلية ولو أنها تكون بسيطة، يعني ما تيشاركوهمش نهائيا. دائما لا ولدي راه صغير، لا بنتي ما غاديش تقدر، لا راه ما غاديش تعرفي. فاليوم من خلال التربية الإيجابية، واش إشراك الطفل في المهام المنزلية عنده فائدة في التنمية ديال قدرات الطفل؟ بالفعل لا سناء، بزاف ديال الآباء كيتشكاو من الأطفال ديالهم بأنهم فيهم العكس، ولا ما كيتحملوش المسؤولية، ولا مثلا بزاف ديال الحوايج ما تيعرفوش يديروهم بوحدهم، اي سون با اوتونوم، وكيتوكلوا على والديهم بزاف. وإلا فكرنا كنلقاو في بعض المرات ولا بزاف المرات بأن حنا كآباء أو مربيين أو الوسط العائلي الأسري المغربي في كثير من الحالات كيشجع هذا السلوك. كيفاش كيشجع هذا السلوك؟ هي بعض المرات من باب المحبة، حنا كآباء كنبغيو نديرو شي حوايج في بلاصة وليداتنا، لا باش ما يتعذبش، لا ما يهزش ثقل، لا باقي صغير ما تيعرفش. وهاد المسألة كتجعل الطفل كيتوكل على والديه وكيتعلم العجز بزاف، ولا الاباء كيخافوا، لا ما تعطيهش يهز هذه غادي يهرسها، ما تعطيهش يهز الاواني هذه يهرسهم. دائما هاد كيبقى الخوف وهاد المحبه كتتخفق لنا واحد الفران في حاجز زعما باش. وعندنا واحد الظاهره واحده اخرى في المغرب، هي ظاهره المساعدات. الى قارنا بلادنا مع بلدان اوروبيه ولا غيرها، كنلقاو بان عندنا بزاف ديال المساعده في البيت،
مساله اللي كان ما كنلقاوهاش في بلدان واحده اخرى، وهاد المساعده كتجعل ان الاشغال المنزليه ما تتكونش مقسمه على افراد الاسره كلهم. هذيك المساعده اولا الام هي اللي كتقوم بالاشغال كلها، والاطفال ما كيشاركوش في الاشغال المنزليه. هذا هو اللي كيمكن يخلق لنا العجز ديال تعتمدوا على المساعده ولا المربيه ولا الوالدين. هادشي اللي كاين. والطفل انا بالنسبه لي الطفل اللي كيحس بالمسؤوليه والمشاركه من صغره كياخذ واحد القسط كبير من التربيه العمليه. يعني شخصيته كتقوى، الاخلاق ديالو كيتحسنوا، السلوك ديالو. هذا اللي كتقترحوا علينا التربيه الايجابيه باش نحاولوا نعطيو لوليداتنا المهام في المنزل في البيت. هنا كنصح الاباء والامهات ولا المربيين عامه باش ما يهملوش هذا الجانب الاساسي، هو مشاركه وتكليف الطفل في بعض المهام المنزليه كباقي الافراد. هادشي تيبدا من السن الخامسه ولا نقدروا كاع قبل أقل. غير كل مهمه كتمشى مع سن، كل سن كيتمشى مع المهمه اللي غادي نشكو فيها اللي غادي نشكو. بحال غير يرتب الفراش ديالو ملي يفيق من النعاس، ولا ملي يكون صغير يجمع اللعاب ديالو في السله ديال ملي سالي اللعب، ملي سالي اللعب يجمع في السله ديال اللعاب، ولا يعلق ولا يطوي حويجاته. ملي ياكل ياخذ غير واحد العاده على الاقل يجمع داك الاواني اللي تياكل فيهم، كاسو تبصيلو يديهم للمطبخ، يهزهم غير من الطبله للمطبخ على حسب يعني السن. هو غادي يتكبر المهمات غادي تتكبر. هادشي اللي الا كان بحال دابا الا كان الامن حدا المنزل يخرج يتسخر الاقرب بقال مثلا، ولا تكون عنده واحد المسؤوليه ديالو هو في البيت بحال دابا كيدور على الضوء على التلفازه مثلا يشوف واش مسدود واش يعني فوالا نحملوا المسؤوليه ديال هاد الطفل. انت عندك المهمه ديالك هي طفي زعما الضو ديال الدار ولا التلفازه اللي لقيتيها شاعله بدون فائده طفيها، هذه هي المهمه ديالك. فوالا تيساعدونا في شي حويجات في المطبخ، غير شي حويجه قليله غير باش يتعلموا، أيوه يمسحوا معنا الخضره ولا شي حاجه يغسلوها يستشفوا في الثلاجه. خاصه مسائل بساط ما حدنا تنعلموهم هادشي في الصغر بزاف، ما حدهم هما ما تيلقاوش مشاكل محتوم وتيكبروا. ملي كيشارك الطفل في هذه المهام المنزليه البسيطه كتنمي فيه واحد القدره وواحد المهاره اللي غادي تساعده في المستقبل، ما تيبقاش خايف يلقى راسو بوحدو وما عارفش كيفاش يسير راسو. وبزاف ديال الاباء اللي كيجيو لعندنا كيشكيو ماشي من ابنائهم ولكن كيشكيو من راسهم. هما بنفسهم ندموا على شي مسائل ما كانوش كيديروهم في صغرهم واليوم تتخلق لهم صعوبات. واحد السيده واحد الام كانت عندنا قالت لنا الام ديالها كانت الاولويه ديالها هي قرايه وليداتها مزيان. كانت البنت كتبغي تدخل معها المطبخ وماماها كتقول لها لا انت قبلي غير قرايتك، كل شيء انا نصوبه في بلاستيك، غير قرايتك قرايه. هادشي مزيان، ولكن السيده ملي يتبارك الله قرات ما شاء الله وتمكنات من المهارات والكفاءات المهنيه ديالها، ولكن ملي جات تزوج ودخل دارها لقات راسها عندها صعوبات كثيره 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 يعني ما كانش يعني ما كانش كتشارك في المهام ديال ما كانش كتشارك في المهام والام ديالها حتى هي ما ساعدتهاش من باب المحبه ماشي مثلا زعما غير بغاتها تقرا وبغاتها تكون على خاطرها بغات تفرغ الحاجه وحده واللي هي الدراسه ديالها. وهذه راه يمكننا نديرو جوج حوايج، يمكن الحمد لله نقابلوا الدراسات ديالنا ونشاركوا في المهام اللي كتعاوننا. على ذكر ندمة كوتش اسماء، كاين نيت فعلا واحد الامر اللي دائما واللي غتلاحظيه مع الوالدين اللي تيحضروا معاك على اساس انهم في الصغر يعني من باب المحبه تيحاولوا انهم يفشوا وليداتهم، لا راه ما غاديش يعرفوا حنا نقضيو لهم الامور، ما تيشاركوهمش المهام ديال البيت ولا حتى خارج البيت كيف ما قلتي في امور اللي هي ولو بسيطه. ولكن ملي كيوصل هذوك الوليدات مثلا الفتره ديال المراهقه 15 17 18 كتبغي مثلا الام ولا الا قالت لولدها مثلا غير هز هادي اولا طوي فراشك ولا كتجي قداش كتجي ثقيله ما تتقبلهاش. حتى انه الوالدين تيندموا تيقول لك حنا فعلا راه حنا اللي غلطنا لانه ما ربيناهمش على هذا الشيء، في حين انه كنشوف تبارك الله والدين اللي يعني دايرين واحد النظام في البيت، كل واحد كيشارك في مهمة كتلقى بحال الولد بحال البنت كلشي كيقاد فراشو ويقاد المسائل ديالو. هذاك الشخص يعني كيف ما قلتي يعني الاشراك الطفل من وهو صغير ملي تيكبر تتكون عنده واحد السلاسه في الحياه ديالو العاديه يعني سواء تزوج او ولا طالب مشقرا يعني كيف في بلاصه بعيده كتلقى كيف الولد انه كيف البنت بحال بحال كيف هادشي اللي كتقولي كله صحيح.
كيف الولد كيف البنت. بصح البنت يكون عندها ميول كبير للطبخ والحويجات الثقيله هذا الشيء اللي كاين والمطبخ هذا، ولكن حتى الولاد واخا غير الامور البسيطه ملي غادي يمشي حتى هو يقرا كيف قلتي ولا يسكن بوحدو ولا غادي يخصو هذه المهارات باش يسير راسو بوحدو. ما يمكنش ما يكونش عنده كيفاش غيدي معاه الام ديالو ولا صعيب. لا ما يمكنش. والاباء غير بشويه بشويه. حنا المشكل ديالنا علاش الاطفال تيحسوا بالضغوطات من جهه الاباء ديالهم حتى ولو وصلوا حتى العمر ديال 14 عام ولا 15 عام الوليدات تيشكاو تيقول لك حنا تيضغطوا علينا بزاف تيطلبوا منا بزاف الحوايج. فعلا حيت يطلبوا منهم بزاف الحوايج في مره واحده. طلبوا منهم حاجه بحاجه. الا كان من الصغر ديالو راه مربي على هذا الشيء راه ما غيخلقش مشكل، والا وصل 14 و15 عام وعاد بغاو الاباء ينظموا هاد المسائل هكا في البيوت ديالهم يمشيوا معاهم هي دقه دقه. نطلب منه اون شوز على فوا، حاجه واحده حاجه واحده من حاجه واحده ما كثرش الطلبات وحاجه واحده حتى يتمكن منها وصافي نعرفوا راه تمكن منها. هذه الصغار ولا في الكبار ما نبقاش نعطي بزاف الحوايج. يعني الناس اللي كيسمعوا هاد البرامج بحال هكا مزيان تيبغيو كيكونوا محفزين وتيمشيو للمنزل كيبغيو يديروا بزاف الحوايج كيبغيو يطبقوا هاد ولكن تيطبقوا بزاف الحوايج في وقت واحد ما يمكنش. هي حاجه بحاجه حتى يتمكن منها نعطيه واحد المساله يتكلف بها يكون مسؤول عليها. ملي يتمكن منها نعرفوا راه صافي قبطها نعاود ندوز لحاجه واحده اخرى. الا عرفتوا عنده الامكانيات باش يدير جوج وثلاثه يمكن يشاركوا ونقول له ها انت شوف عندي واحد اللائحه ديال المهام شنو تبغي تاخذ فيها هكا تنشارك الطفل باش حتى هو يختار اللي غادي يقد عليه. ما كنفرضوش عليه واحد المهمه ما فعلا يعني حتى هذه من بين الامور يعني في التربيه الايجابيه اللي الوالدين للاسف ما تيردوش ليها البال هو انه مثلا الاب او الام يعني بالتربيه العاديه الطفل ديالهم يعني كيقولوا وليداتهم صافي انت غدير هذه كيفرض عليه واحد الامر ماشي بحال الا خيرناهم مثلا يعني كنخيروا وليداتنا في كل شيء كنخيروا وليداتنا في بزاف ديال المسائل حتى لبنا نخرجوا بحال دابا يوم الاحد نزهه ولا شي حاجه هكا تقول لهم حنا غادي نخرجوا واش بغيتوا تمشيو كنعطيهم الاختيار شي ميزه تعطي الاختيار للطفل هنا كيكون كتكون نتيجه ايجابيه ما تتفرجش عليه كتعطيه الاختيار وانت راه عارف راسك فين باغي تمشي غنمشيو لهاد البلاصه وهادي 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 فين بغيتوا تمشيو حتى انا كنكون عارفه راسي راه يمكن لي نمشي هنا وهنا وهنا ما كنقولش واحد الاختيار اللي ما نقدرش عليه واحد الاختيار اللي ما نقدش عليه ولا الاختيار اللي بغيت انا وما بغاوش هما ونفرضوا عليهم دونك هاد دوني لو شوا تعطي الاختيار للطفل مهمه. واخا بالنسبه دائما موضوعنا حول اهميه توزيع المهام المنزليه على الاطفال نبغيو ودائما في التربيه الايجابيه ونبغيك انك تعطينا امثله كيفاش ممكن نشاركوا اطفالنا في المهام المنزليه وبطريقه اللي هي ايجابيه واللي غادي تفيد. عطيتي فعلا هو انه نعطيهم الاختيار يعني نعطيهم الاختيار نعطيهم اختيار انهم يختاروا معنا فهاد الاشراك ديال هاد المهام داخل البيت كيف ما ذكرتي يعني في بدايه الحلقه هو انه عندها فوائد عندها يعني بزاف ديال النقاط مهمه يعني في تنميه ديال المهاره ديال الطفل حتى انه ملي تيكون طفل وملي تيكبر ملي تيكبر. نتكلموا على الفوائد دابا الفوائد باش الطفل الفوائد المساهمه ديال الطفل. اول فائده غادي نتكلم على الشعور بالانتماء يعني الطفل كيحس بانه كينتمي لهاد العائله انه فرد من افراد الاسره. ألفريد أدلير تيقول كنحسوا باننا كننتميو وباننا مهمين في العائله ولا في واحد الجماعه بالمشاركه بلا كونتريبيوسيون لو سنتيمون دابارتونانس و دامبورتانس بار لا كونتريبيوسيون بأننا كنتميو لهذيك كنتميو يعني حنا تنمشيو للخدمة ديالنا تنحسوا براسنا تنتميو لهذاك الخدمة بالمشاركة ديالنا. في المنزل كنحسوا براسنا بأننا كنتميو لذاك العائلة حيين في ديك العائلة عندنا حضور هذا هو هذه هي أول فائدة. من بعد هاد لو فيت باش كت تخلي وليداتك يتعاملوا كيكون عندهم كيشاركوا معك في البيت كتكون واحد الوقايه ديال الطفل من الانانيه والتدليل الفشوش ما تيبقاش داك الفشوش تيولي كيعرف كيفاش يسير راسو يسير راسو كيفاش يعتمد على راسو وخاصه ملي كيكون مثلا طفل صغير وكيكون مثلا مفشش مثلا في داخل البيت وكيمشي للمدرسه المدرسه ما كاينش اللي غيهز ليه شكاره او اللي غيغربط ليه السيور او لا بالفعل. كاين ما يمكن
يعني هادو امور اللي هي مهمه من الدار يتعلم البيت ديالو يتعلم شي امور اللي انا قلت لك كن مسؤول على راسو فيها مسؤوليه دونك هاد المساهمه عاوتاني كتعطينا داك تعزيز روح المشاركه عند الطفل تيبغي يشارك دائما لا في صغره ولا في كبره ما تيبقاش دائما غير جالس ما مشاركش دائما كلشي كنديروه له في بلاصتو كتعطيه واحد الثقه في نفسه كتعطيه واحد قدره التصرف دون مساعده الاب ولا الام ولا المربي يعتمد على راسو يعني بوحدو ما يتسناش تيجي باباه اولا ماما مثلا ولا اختو الكبيره ولا اكزاكتومون كاين واحد عاوتاني الطفل كيستخدم الحواس ديالو كنعزو القدرات الحركيه والعقليه ديالو يعني هو كيستعمل يديه كيستعمل العقل تيستعمل هادشي مهم عند الطفل يوجد هذه اياه كي كنعزو واحد المهاره واحده اخرى هي مهاره تواصليه زعما الطفل كيصبح قادر للتعامل وسط الجماعه ولا شي مع شي حد ما كيعرفوش ولا مع الافراد الاسره حتى العائله اللي تيكونوا مجموعين كاين اللي تيبقى حدودي وكاين اللي كتلقاه تبارك الله انه تيشارك وكاين كاين اللي كيبقى حدودي وكيشارك كيشارك وكيبقى حدودي وكاين اللي عاود كيكون حدودي وما تيشاركش هادو جوج ديال الانواع ولكن كيولي بحال دابا تيتعامل مع شي واحد مشى يتسخر تيعرف يتكلم مع البقال تيعرف يتكلم مع لا كاسيير تيعرف يتكلم مع ما تيبقاش عنده داك الحشمه وداك يعني قاد يحسب الفلوس ديالو قاد يحسب الصرف اللي غادي يرجعوا له قاد عنده واحد المسؤوليه الطفل كيحس بانه عنده واحد المسؤوليه حتى خارج البيت يعني هذا الاشراك الطفل في المهام داخل وخارج البيت بحال دابا مثلا خارج البيت ام غدا مع وليداتها ولا الوالدين الاب والام غاديين مثلا خارجين مع وليداتهم ومشاو مثلا شي مطعم غادي ياكلوا مثلا كتشوفي على انه مزيان انه مثلا يعطيو الولد مثلا الفلوس ويقول ليها انت خلص وحاولت انك تحسب معاه بطريقتك ولا سير جيب بلاطو مثلا من ولا تقاد لنا الخبز مثلا وحنا كناكلو سير جيبو يعني هذا الاشراك حتى هو يمشي تتولي عنده جرأة حتى مع الناس تتولي عنده جرأة تتجاوب مع الناس تيقدر الوالدين ما يوصلوش الا كان كيشارك في المنزل تيقدروا الوالدين ما يوصلوش معاه لهذا الشيء في المطعم تيولي هو بنفسه فعلا كنلاحظوها كنشوفوا شي وليدات اللي ما يحتاج انك تقول شي يمشي تيعيط للسيد تيقول له الله يخليك راني محتاج لهذه زيدني هذه تينوض هو خاصه شي باي ولا خاصه شي خبيز كما قلتي ولا شي حاجه غادي ينوض هو يمشي يتكلف هادو الوليدات اللي كيشاركوا ومعلم الوليدات اللي ما كيشاركوش راه كيبقى دائما تيتكل على ماما ولا عافاك ماما جيب لي ولا عافاك ماما تكلمي معاه قول له يجيب لي قول السيد يجيب لي هذه ولا اذا فهادو هما الامور اللي هي مهمه بزاف واللي فعلا خاصنا نحاولوا ان نشاركوا الوليدات يعني داخل في المهام داخل البيت وحتى خارج البيت لانه عندها فوائد كثيره على الطفل على حسب المرحله العمريه اللي هو فيها وحتى من بعد ملي غادي يكبر بالفعل لسنة انا قلت لك هذاك الشعور بالانتماء مهم جدا مهم جدا باش الطفل كيحس براسو راه تينتمي للعائله ديالو بالمشاركه ديالو واحد النقطة مهمة تحس براسو مهم واحد فعلا واحد النقطة مهمة هو انه يعني فهمناها معك اليوم على اساس انه لربما الوالدين مثلا يقول لك راه حنا كنشركوا في المهام ولكن راه مرة تيبغي مرة ما تيبغيش ولكن عطيتي واحد المثال على اساس انه الطفل خاصنا نشركوا في المهام بشكل تدريجي وباننا يعني كل ام وكل اب عارفين عينو ميزانو عارفين الولد مثلا فوقاش الوقت اللي تيكون هو مستريح اللي هو مستعد وما يكونش هذوك اشتراك المهام دقه واحده يعني نوض هبط مثلا القمامه وسير جيب هادي وهز مع اختك هادي ما يقبط معاك والو الا قلتي له يعني غادي شحال من حاجه في مره واحده ما يقدرش هما اللي تيقولوا لا ترفضوا يعني صافي تقول لك هذا الضغط كيحسوا به بحال الضغط خاص حاجه بحاجه وانا قلت لك واحد المساله مهمه هي الاختيار بحال دابا عندنا اربعه المهام مثلا كاين ثلاثه الوليدات في الدار مثلا وافراد الاسره مثلا نكونوا شويه عمليين هذه الامثله بحال دابا افراد الاسره والام والاب جالسين مثلا وبغاو انهم يشاركوا وليداتهم في هذوك المهام كاين مثلا بزاف ديال المهام اللي مثلا غادي يجمعوا مثلا البيت ديالهم غادي يمشيو يجيبوا خصهم يجيبوا الخبز مثلا من المخبزه كل واحد شنو غادي اولا يرتبوا مثلا المكتبه ديال الكتبه مثلا في الدار ولا كيفاش غادي يكون نشاركوهم معنا ونخليوهم يختاروا بلا ما نفرضوا عليهم مهمة من المهمات غادي نتكلموا
نحاولوا بعدا كيف قلتي يكونوا كلهم ثلاثة مجموعين ونشوفوا شكون كل واحد فين باغي يمشي، كل واحد شنو اللي الميولات ديالو. شوية ملي كنكونوا عاود كنا مجموعين في العائلة كيقدروا كلهم يختاروا حاجة وحدة. شوف حنا كنا نجيبوا الخبز، كنا مزيان إلا كلكم تجيبوا الخبز، كل نهار يمشي يجيب واحد الخبز ماشي مشكل. كل غنشوفوا انت عندك الاثنين وانت الاخر الثلاث والاخر. المهمه ملي كنتكلم على الاختيار تنتكلم اختيار بالنسبه للطفل واحد، كيمكن لي بحال دابا في مهمه وحده غادي تجمع مثلا البيت ديالك خصو يتجمع، لا انا ما بغيتش نجمعو دابا، ما كاين مشكل، بغيتي تجمعوا دابا ولا بغيتي تجمعوا في الاخر ديال النهار. هنا كنعطي الاختيار، يعني راه غادي تجمعوا، راه غادي تختار غير التوقيت. هذا هنا حنا تنتكلموا على التربيه الايجابيه فيها الحزم والرفق مع الانسان مع الطفل. يعني انا فاهمك ما قلنا ما يمكنلكش تجمعوا دابا، ولكن واش بغيتي دابا ولا في العشيه؟ يعني المهم راه غديرها غديرها، غير كنعطيك واحد الاختيار في التوقيت. تنحط القائمه، كيمكن لي نحط واحد القائمه انا والزوج ديالي ولا المربي في في البيت، وتنقول هما المهام اللي غادي خصنا، واجيو نتوما وكتبوا سمياتكم باش من مهمه بغيتيو تمشيو ليها. مزيان الا كانوا جوج ديال الاطفال في مهمه وحده كنتقاسموا داك الساعه. تفكرت واحد الحاجه، وانه بحال دابا نوبات ملي تيكونوا مثلا الوالدين وتيكونوا تبارك الله افراد الاسره، يعني كثر شويه مثلا 4-5 ديال الوليدات كيف ما قلتي، يمكن اننا مثلا نطيحوا في جوج المهام او مثلا المهمه ولا يعني جوج المهام اللي غادي يختاروهم، يعني جوج الاطفال يعني جوج خوت مثلا في داخل البيت. مع التربيه الايجابيه ما عرفش واش مثلا الى مثلا بالضحك داروا واحد القرعه اللي غيديروا فيها مثلا السميات ديالهم، اللي كل واحد غادي يهز مثلا دوك المهمه مكتوبه مثلا. ممكن 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 شنو زعما شنو كل شيء ايجابي في هذا الشيء اللي قلتي، كل شيء ايجابي زعما ماشي يعني ممكن 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 دار داخل البيت، ممكن دار داخل البيت ماشي مشكل. يكونوا متفقين عليها الخوت بجوج بانهم غيديروا واحد القرعه ولا داك بيلوفاس ولا باش نشوفوا شكون اللي غادي يدير هذه المساله اليوم ولا غدا، وتبقى المهمه الاخرى وتبقى فوالا وتبقى المهمه الاخرى للطفل اللي غادي يبغي ياخذها. واخا اذا غادي نمشيو نجاوبوا على التساؤلات اللي توصلنا بها. سمح لي سناء، بعض المرات تتكون المهمه ما باغيش ياخذها الطفل، ماشي حيت ما بغاش، حيت ما قادرش عليها. هنا كيمكن لي نحدد نجلس مع الطفل ونقول له شنو اللي بالك فيها صعيب، شنو اللي ما قدرتيش دير فيها، واش نقدر نساعدك عليها مره ولا تشوفني كيفاش كنديرهم بعد بسطها. يعني دائما تدريجيا نردوا البال، فعلا ردوا البال حتى واش الطفل قادر قادر ولا ما قادرش. بعض المرات حنا كاباء ادولت راه تيبان كلشي قد عليه الطفل، ولكن لا. واخا كاين تساؤل ديال المستمعه ماريا من مراكش، الله يخليك ولدي عنده 12 عام عنده بيتو بوحدو، وكان بقى كل سيمانه نغوت عليه يجمع بيتو ويطوي حوايجو ويرتبهم، ولكن والو غير كيعاندني، وكنضطر انني نجمعو ليه، ما عرفش كيفاش نحفزو على هذا الشيء. فهمت هذا السؤال ديالك ديال السيده لسناء، وهنا كاين جوج الامور في هذا السؤال. كيبان لي هنا تتعاني من الولد اللي ما تيجمعش حوايجو، عنده 12 عام و تنسمع بانها كتقول لك غير كي عندني. هنا غير بغيت نقول هاد السيده بان ما تنظنش بانه تي عندك. بعد اول حاجه خصها تعرف بان الطفل عنده 12 عام وزعما يجمع حوايجو في البيت ديالو سي الديغنيي دو سي سوسي. زعما اخر حاجه يفكر فيها الطفل ديال 12 عام هي يجمع حوايجو، ولكن خاصو يجمع حوايجو. انا فاهمه هاد السيده بان راه زعما محتاجه باش الطفل ديالها هنا كنستعملوا عاوتاني الرفق والحزم في التربيه الايجابيه. هادشي بغيت نقول لك، فعلا هنا غادي فكرت دابا نيت المثال اللي كنت عطيتي في الاول، غادي نستعملها. غادي نقول له غيجمع بيته، غادي نقول له انا هو هي تتحس بانه كاين عناد، واخا انا تنقول لك راه زعما راه ما كاينش العناد، راه ما هي كتشوفك عناد، وانا تنقول لها راه ما تيعندهاش. الوليدات في هذا العمر راه ما تيبغيوش يجمعوا. الوغ هنا غادي تستعمل الحزم والرفق كيف قلت لك، غادي تقول له انا متفقه معك بانني انا هذه الكلمه كتجي خصنا نقولوها لوليداتنا ديال ما يمكنليش نفرض عليك شي حاجه، جون با تفورسي، ما يمكنليش. راهي غير كلمه ولكن عندها واحد الصدى كبير. ما يمكنليش
جو با تفورسي ما يمكنليش ما غنضغطش عليك يمكنليش يعني نفرض عليك نفرض عليك شي حاجه ولا نضغط عليك باش تجمع شي حاجه ولكن راه مهم تجمع الحوايج ديالك هنا غنعطي الاختيار واش بغيتي تجمعهم اليوم ولا بغيتي تجمعهم في الليل ولا بغيتي تجمعهم تجمع السيمانه كلها وتلخرت السيمانه ودير واحد الوقت في البرنامج ديالك وتكلف بالبيت ديالك هنا كنعطي الاختيار كنعاود نرجع اختيار كنستعمل الحزم والرفق كنفهم بان في هذا العمر في هذا السن هذا راه ما سهلش حيت مراهق وما معلمهاش من صغره وثالث حاجه كنعطي الاختيار فعلا كننميو فيه ثلاثه ديال الحويجات اللي هما مهمين اللي غادي يساعدوهم حتى داكشي علاش ما غاديش تبقى كل سيمانه غابدا دائما نفس الموال اجي جمع بيتك لا راكي عندني لا راه ما غنجمعوش فمشات بحزم انه غادي تجمع بيتك ولكن انت اختار التوقيت وانا معاك فعلا ولا اختار التوقيت وما دارهاش يعني هنا كنكون درت معاه انا كور وكنعاود نمشي باش كنتبع هذاك لاكور لو سويفي كنقول له علاش اتفقنا بحال دابا اختار هو تنظن بان هاد الوليدات ديال هاد السن غيختاروا اخر الاسبوع باش يخليها انا نصوب المسائل ديالي الا شفتو في اخر الاسبوع ما مشاش غادي نمشي نعاود نذكرو غنقولو علاش اتفقنا هاد السيمانه بلا ما نفرض عليه نقولو دابا ما مشيتيش درتيها خصك تنوض ديرها علاش اتفقنا اتفقنا باش غادي تجمع البيت في الغرفه ديالك في نهايه الاسبوع ديالك فوقاش دابا هاد النهار غادي تنوض تجمع يعني ردست عليها اسبوع تذكير 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 بهذه الطريقه بهذه الطريقه مره على مره يعني تتكون الامور ايجابيه كنقولوا له هذه المسؤوليه ديالك هذه الكلمه ديال المسؤوليه ديالك مهمه يعني راه الغرفه ديالك مسؤوليتك هذه معنا تساؤل ديال الام محمد ريان وسجا من رباط سؤال عندي ثلاثه ديال الوليدات جوج بنات وولد وبناتي خرجوا عزيز عليهم انهم يجمعوا معايا الدار كيشوفوني في الكوزينه اللي درتو كيبغيو انهم يديروا بحال تنقية ديال الخضره وغسيل الماعن وانا عودتهم على النظام في البيت البيت الغرفه ديالهم كيجمعوها بوحدهم الا كلاو الماكله كيجمعوا الطبله كاملين ولكن ولدي دائما تيقول لي ماما هذه خدمه ديال البنات علاش بابا ما تيخدمش معانا حتى هو انا بحال بابا خصني نكون وفعلا عنده الحق علاش ما تعودوا يعني داخل البيت هي دابا ما كتشركش الزوج ديالها في المهام وباغا ولدها انه يمشي في النظام ديال البيت هنا بصح الاباء كيكونوا قدوه دائما ونموذج الاطفال غير هي صعيبه عندنا حنا في تردوا البال هذا معلوم صعيبه عندنا في المغرب حيت عندنا واحد ثقافه شويه مختلفه بان الزوج كياخد ما تيشاركش في مهام ديال الدار وهنا يمكن لي عندي جوج ديال الطرق يا غادي نفتح حوار مع الاب ونقول له راه دابا حنا ماشيين في واحد التربيه وماشيين في يعني نتكلم معاه ماشي قدام الاطفال ما عمرنا ما تنتكلموا قدام الاطفال مي غادي نقول له فوالا راه الولد ديالنا راه بغيتو ها شنو قال ودابا فوالا متبعك ودابا راه بغينا نمشيو في واحد التربيه في واحد الشكل وبغيتك تساهم معايا في شي مسائل في شي مهام منزليه واش ممكن يقدر يقول لها ممكن ويديرها مره وما يبقاش يعاود يديرها بزاف المرات اولا يديرها المشكل اللي كيتطرح عندنا هي الزوج ملي كيجي يبغي يساعد الزوجه ولا الاطفال في المهام المنزليه حنا ما تعجبناش الطريقه باش كي شارك في المهام دائما لا ماشي هكا لا ماشي هكا كنديرو ما خصوش يكون فعلا لا كيف ما دارها حيت انت شنو هي النيه ديالك هي تربي وليداتك يشوفوا الاب ديالهم تيعاون كيف ما عاون كلشي شارك في المهام حتى حنا ما كنديروش كلشي مقاد مره كنديروها مقاده مره ما كنديروهاش مقاده وزعما الغلط عادي يعني وارد ماشي شي حاجه اللي هي دونك اصلا ما كان اون كريتيك با لو بابا ملي كيكون ما نتقدوش يعني كيف ما دارها اللي طلبنا منها ودارها صافي حيت حنا دابا هنا كان النيه ديالنا هي كربي وليداتنا خاصهم يشوفوا الاب ديالهم عليه قدام الوليدات ولا لا هذا الشيء ما خصوش يكون كيف ما دارها مزيانه ولا كنقدر نقول للطفل واخا يعني الاب راه ما تيشاركش بصح عرفتو ما غاديش يمكن له يشارك يمكن عنده الخدمه بزاف ولا ما مهم ما تيقدش يشارك تندير واحد اللائحه وتنقول له واخا داكوغ واجي انت دابا اختار في هذه اللائحه هذه فين يمكن لك تشارك معنا
شنو ما الامور يمكن تيبان له باش يدخل الكوزينه ماشي امر ديال الرجال، واخا هي راه مهمه يمكن نبدا معاه بحال هكا تدريجيا تدريجيا نعطيه نقول له دابا قول لي في هاد انا نعطيك واحد ثلاثه ديال المهمات، قول لي فين شنو بغيتي تختار في هادشي، ما دخل فيها لا ام لا اب لا بنت لا ولد. فعلا حتى هادي يعني غادي تساعد الطفل على انه يشارك في المهام. انا جو في ديتورني انا غندوز له من حاجه وحده حاجه ما غاديش نبقى ليه في الاب انا غنمشي ليه بيني وبينه والمهام ديالنا اللي كان نوزعوها على بعضياتنا. فشكرا لك بزاف الكوتش اسماء مجاني، دائما فقره كوني ايجابيه في تربيه اطفالك. حلقتنا الجايه ان شاء الله غادي نتكلموا على العقوبه في التربيه الايجابيه. شكرا سناء. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه، ونتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من خلال برنامج الملاتي من خلال هذه الفقرات. غادي نمشيو للاقتراح الاول اللي غادي نقترح عليكم، واللي هو يعني غريسات بالشيفلور كيجيو لداد وساهلين، وخاصه بالنسبه للوليدات اللي ما تياكلوش الشيفلور اولا حتى الكبار، فرصه اننا نديرو بهذه الطريقه على شكل غريسات كيجي مزيان. فغادي نحتاجوا مثلا واحد الوردات ديال الشيفلور، مثلا اما نص طرف مثلا ديك الشيفلور الورده الكبيره، حاولوا انكم تاخذوا منها واحد طرف وفي المقادير وقلنا بيضه واحده، شويه ديال القزبر معدنوس مقردين رقيق، جوج دراسات ديال الثومه، وفي العطريه الملح الابزار سكينجبير شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، واحد بصله بيضه ولا الحمراء العاديه البلديه يعني مشلض رقيق. فهادو هما المقادير باش نصايبو غريسات بالشيفلور. قلنا غادي ناخدو واحد طرف ديال الشيفلور، بيضه وحده، القزبر ومعدنوس، جوج دريسات ديال الثومه، بصله وحده مشلض رقيق، وفي العطريه الملح والابزار والسكينجبير والكمون والتحميره. فاول حاجه واننا غادي ناخدو داك الشيفلور يتغسل مزيان، ونبداو نحلو ما بين الوريدات، وحنا يعني حالين الروبيني باش كيتغسلوا مزيان. ممكن نديروا الماء دائما، هاد عندك الشيفلور عندك الكرومب، من الاحسن هو انه نحلوا عليه الروبيني وحنا كنحلوا دوك ما بين دوك الوريدات باش بحال الوريقات ديال الكرومب، وفي نفس الوقت نرقدوه في الماء وقطرات من الخل من الاحسن. فقلنا غادي نسلقوا الشيفلور، غادي ناخذوا الماء في كاسرونه، غادي نديروا هاد الشيفلور على شكل وريدات، نديروا شويه ديال الملحه، ممكن على انه نديروا دوك جوج دراسات ديال الثومه حتى هما يتسلقوا باش كيجيونا ساهلين. ومن بعد ملي كيتسلق لينا داك الشيفلور كنسقطروه مزيان فشي شبيكه، وكنشفوه مزيان من الماء، ما خصوش يكون فيه الماء، وكنضيفوا عليه هاد المقادير مع بعضياتهم. يعني كنحاولوا اننا هذاك الشيفلور سلقناه في شويه الماء والملح مع جوج دراسات ديال الثومه، ملي تسلق لينا مزيان خليناه ملي تسلق كنخليوه كيتسقطر مزيان وكينشف مزيان من الماء، ثم كناخذوه وكنمعكوه مزيان. اللي ما بغاش يمعكوه بالفرشيطه راه ممكن انه يطحنوه، على حسب يعني نطحنوها واخا ولاو في الطحانه اليدويه ولا الطحانه العاديه يطحن لينا، اولا نبركو عليه مزيان بالفرشيطه حتى كيتمعك مزيان. ملي كيتمعك لينا كنديروه في واحد الاناء وكنضيفوا ليه ديك بيضه، نضيفوا شويه القزبر معدنوس، نضيفوا دوك جوج دراسات ديال الثومه اللي سلقنا من قبل وجاونا يعني كيوليو صافي رطبين نازلين، وكنديروا ديك البصله مشلض رقيق. داكشي قلنا البصله تكون مشلض رقيق باش يعني كتجينا نازله، وكنديروا الملحه والبزار والسكينجبير والتحميره والكمون والاضافات اللي بغيتو يعني على حسب العطريه اللي نتوما بغيتو. قلنا شويه القزبر معدنوس، كنخلطو مزيان هاد المقادير، ملي كنخلطوهم كنديرهم على شكل كويرات او على شكل غريسات، كندوزوهم في الطحين الفورس ومن بعد كنقليوهم مباشره. ممكن على انكم ديروا فيهم يعني تفندوهم اما في السميده اولا في الفينو اولا ديروهم في الدرا في الدقيق ديال الدرا، وكتقليوهم اولا دهنوهم شويه ديال الزيت ودخلوهم الفران يعني من التحت يطيبوا واحد شويه، يعني كيتقبطوا راس منها كلشي طيب، يعني كتديروا يعني الفران من الفوق والتحت باش كيتحمروا وكيتقرمشوا لينا، وضروري على انهم اللي ندخلوهم الفران ندهنوهم بالزيت باش يجيونا محمرين. فعلى حسب الاختيار ديالكم ممكن انكم تبقاو في حويجات اللي هما صحيين على اساس انهم ديروهم على شكل غريسات، دوزهم في الدقيق ديال الذره يعني تدهنوهم شويه ديال الزيت ودخلوهم الفران. بالنسبه لهذا الاقتراح ممكن على انه انتم كتسلقوا الشيفلور، سلقوا كذلك البطاطا لانه تعرفوا الوليدات عز عليهم البطاطا، وديك الساعه ملي نبغيو ناخذوا داك الشيفلور نسقطروه من الماء ونمعكوه مزيان، ملي تمعك لينا بالفرشيطه نزيدوا عليه ديك البطاطا وكيتمعك مزيان حتى هو وكيتخلط معاه، وديك الساعه كنزيدوا بيضه والقزبر معدنوس قلنا وديك البصله والعطريه
وباقي المقادير والبيضه ضروري البيضه باش كتجمعوا لينا، وكنديروا على شكل صبيعات او على شكل كريسات، وكيف قلت ندوزوا في الطحين ديال الذره اولا الفورس على حسب كل سيده وشنو كتبغي، اما نقليوهم اما ندخلوهم يعني الفران. هذا بالنسبه للاقتراح ديال الكريسات ديال الشيفلور. بالنسبه للاقتراح ديال الديسير ديال خيزو، فغادي ناخذوا 4 ديال الخيزويات يكونوا منقيين ومقطعين طريفات صغار، 2 ديال الفلون ديال الفاني، نص سيترو ديال الحليب، 3 حتى 4 المعالق كبار ديال السنيده كتبقى الحلاوه على حسب الذوق، و 2 الساشيات ديال الفاني البيض. هادو هما المقادير، 4 ديال الخيزويات منقيين ومقطعين طريفات، 2 ديال الفلون فاني داك العادي يعني فلون ديال الفاني الباكيه الصغيره العاديه، و 4 المعالق ديال السكر سنيده، و 2 اكياس ديال الفاني. هادو هما المقادير. غادي ناخذوا الكميه ديال الخيزو، غادي نسلقوها في شويه ديال الماء ما نكثروش الماء، من بعد غادي نصفيو من هذاك الماء، وغادي نديروا الخيزو اللي سلقنا غادي نديروا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نزيدوا عليه داك نص سيترو ديال الحليب، ونزيدوا عليه 2 فلون ديال الفاني، ونزيدوا عليه سنيدة على حسب الذوق 3 ولا 4 ديال المعالق ديال السنيدة، ونزيدوا 2 ساشيات ديال الفاني. غادي نطحنوا هادشي كله مزيان. ملي غادي طحن لينا هاد الخليط غادي نرجعوه الكاسرونه فوق العافيه مهيله، ونبداو نحركو حتى يبدا لي غلى لينا داك الخليط، وديك الساعه غادي نحيدوه من الكاسرونه بعد ما غلى، وكنخويو في زليفات ولا في كويسات وكندخلو الثلاجه. هو دائما ضروري انه اي ديسير درنا وكدوزنا فوق البوطه نخليوه يعني نديرو في كويسات ولا في زليفات، وما ندخلوش مباشره للثلاجه، ما كندخلوش شي حاجه سخونه للثلاجه، نردو البان نخليوه حتى كيبرد مزيان، غير يبرد لينا يعني ما يبقاش سخون في هذوك الكويسات ولا في دوك الزليفات، وعاد ديك الساعه كندخلوه للثلاجه حتى كيقبط راسو مزيان، وممكن اننا نزينوه من الفوق اما بالشوكولاته اما بالشوكولاته هكا صلصه الشوكولات ولا صلصه الكراميل، اولا هكا بشويه ديال العسل على شكل خيوط، ممكن نرشو بشويه ديال المكسرات كاوكاو ولا اللي كان. كيف ممكن اننا ناخذ خيزو بعد ما كنكونوا يعني عسلنا واحد شويه وعندنا اللي كنديروا فيه الحلويات وبقى عندنا واحد شويه كنزينوا به من الفوق، هذا كيجي زوين ديسير ساهل وخفيف وغادي يعجب الوليدات ان شاء الله. فكيف قلنا ناخذ كميه ديال الخيزو غادي نسلقوها في شويه ديال الماء، ملي كتسلق لينا مزيان كنصفيوها، وكناخذ غير خيزو بوحدو بلا ما، كنديرو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنطحنوه مع الكميه ديال الحليب من سيترو ولا ايترو على حسب، وكنديرو السنيده على حسب الذوق، وكنديرو 2 ساشيات ديال الفاني، وكنديرو داك 2 فلون ديال الفاني. الا درتو مثلا ايترو ديال الحليب راه ممكن ديرو داك الفلون الكبير العادي ديال الفاني، الفلون الكبير ديال الفاني. انا ما كنتكلمش هنا على الفلون ديال درهم داك الزرق صغير، انا كنتكلم على الفلون ديال الفاني الباكيه الصغيره، يمكن كدير 36 ولا 40 ما عقلش 40 ريال يمكن، وكاين هذاك الكبير اللي كيدير مع 90 ريال، فعلى حسب الرغبه ديالكم. وكاين نكهات ومذاقات كثار، واللي ما بغاش الفاني ممكن يدير الوليدات بالشوكولات، كاين بالكراميل على حسب. فنسلقوا خيزو نصفيوه من الماء، نطحنوه في الكاس الخلاط الكهربائي، نزيدوا عليه الحليب، نزيدوا عليه 2 ساشيات ديال الفاني، نزيدوا عليه سنيده على حسب الذوق 2 أو 3 المعالق ديال السنيده، نزيدوا السيترو ديال الحليب، ونزيدوا 2 فلون ديال الفاني. نطحنوا هادشي كله مزيان ونخويوه في واحد الكاسرونه ونردوه فوق البوطه على عافيه مهيله، ونبداو نحركوا على عافيه مهيله، ونبداو نحركوا بمعلقه ديال الخشب، يبدا يغلى لنا الخليط كيف كنصايبوا فلون بالطريقه العاديه. ديك الساعه كناخذوا الخليط ديالنا بعد ما غلى كنطفيو عليه العافيه، وكنوزعوه على الزليفات ولا على الكويسات اللي حنا غندخلوهم، نخليوهم فوق البوطاجير مثلا غير يبردوا واحد شويه ما يبقاوش سخان يدفاو، وندخلوهم للثلاجه حتى كيبرد وكيقبط راسو، وكنديروا ديسير خفيف من خيزو. بالنسبه للعصير ديال القرعه الحمراء، مشكوره جدا ملكه امي ام قدمت لنا اقتراحات بخيزو القرعه، فنبقاو دائما في هذه الاقتراحات. غادي نحتاجوا كميه ديال القرعه الحمراء، غادي نحيدوا لها ديك القشره ديالها وزرعوا دوك الخيوطه، وغادي نسلقوها ولا نفوروها على حسب اللي بغيتو. غادي نحتاجوا الحلاوه على حسب الذوق، ممكن نديروا السكر سنيده البيض اولا السكر الاشقر حتى هو كيجي مزيان، وغادي نديروا واحد ياغورت بالنكهه ديال الخوخ، والحليب على حسب، كاين اللي كيبغي خفيف من السيترو، كاين اللي كيبغي ثقيل، كاين اللي كيبغيه ثقيل من السيترو مثلا الحليب خفيف، كاين اللي كيبغي مثلا بالعصير يكون سائل اكثر من الثقوليه، فديك الساعه نديرو ايترو ولا ايترونس على حسب الرغبه. المهم غادي ناخذ ديك القرعه الحمراء بعد ما حيدنا لها القشره ديالها والزريعه ودوك الخيوط الفوقانيين، كنسلقوها اولا كنفوروها على حسب. ملي كنسلقوها اولا كنفوروها، الا كانت مسلوقه راه اكيد غادي نحيدو ليها داك الماء
وغادي نكتفيو فقط بهذاك، نكتفيو غير ب يعني غير بالقرعه اللي فورنا او اللي سلقنا بوحدها مصفيه مزيان من الماء، نخليوها حتى كتبرد وكنديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي مع السكر سنيده مع واحد ياغورت بنكهه الخوخ مع الحليب اما السيترو ولا ايترو، وكنطحنوا كل شيء هادشي مزيان وكنقدموا عصير للوليدات ب يعني بالقرعه. عندكم شويه دخيز وشويه القرعه ديروهم بجوج يتسلقوا مع بعضياتهم ونطحنوا هادشي كله مزيان. عندكم مثلا خيز ذو القرعه يتسلقوا وهذاك الماء اللي سلقنا فيه غادي نديرو حتى هو هاد العصير اللي فيه، هو دائما العصائر مع الحليب ما غاديش نزيدو الماء، ولكن الا كنا بغينا نديرو العصير مع الليمون ديك الساعه ممكن نديرو العصير ديال الليمون اللي حنا عصرنا ونزيدو عليه داك الماء خيزو اولا الماء القرعه الحمراء اللي حنا سلقنا فيه وكنطحنوا كلشي مع داك خيزو اولا القرعه. هذاك الا درنا مثلا هاد الطريقه ديال العصير ديال القرعه الحمراء مع الحليب، فاحنا سلقنا مثلا ما فورناش القرعه، مثلا ما فورناش القرعه وما فورناش خيزو سلقناهم في داك الماء، هذاك الماء كنعاودو نستعملوه. حنا ما استعملناش الماء ديال الخيزو اولا الماء اللي سلقنا فيه القرعه الحمراء لانه درنا العصير بالحليب، الحليب ما غاديش يجي مع الماء، داكشي علاش الحاجه اللي فيها الحليب هذاك الماء ديال الخيزو اللي سلقنا فيه اولا الماء ديال القرعه كنستعملوه في حويجات اخرين. ممكن على انه بحال دابا عجننا بالخبز غادي نعجنو ندفيو هذاك الماء ديال الماء ديال الخيزو اولا الماء ديال القرعه وهو اللي غادي نجمعوا به الخبيزات ونعطيو الوليدات هكا ياكلوا خبيزات بالماء ديال الخيزو ولا الماء ديال القرعه، راه ما كيبانش نهائيا وكيجي مزيان يعني حتى حاجه كلشي كنعاودو نستعملوه. بغينا نديرو شوربه في الليل غادي نغطيوه ونخليوه في الثلاجه من بعد نعاودو نسخنوه ونزيدو ليه الخضره العاديه اللي غادي نديرو، نديرو الشوربه ولا نديرو صوبه على حسب. فهادو ثلاثة ديال الاقتراحات دخلنا فيها خيزو، دخلنا فيها القرعه الحمراء، ودخلنا يعني الشيفلور، ونتمنى انه مستمعات يعطيونا اقتراحات ديال الخضره بطرق مختلفه كيفاش كيدخلوها للوليدات. نتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار ومازال ان شاء الله اقتراحات اخرين اللي ندخلوا فيهم الخضره والفواكه، وخاصه نتمنى على انه نركزوا على الخضر والفواكه الموسميه، نرجعوا ناكلوا الخضره والفواكه في الوقت ديالها من الاحسن، كنستافدوا من القيمه الغذائيه اللي فيها. ربي خلقها في هذا ديال الموسم ديالها ناخذوها في الموسم ديالها، غير هو للاسف بعض النبات وخاصه هذا الجيل كيصعيب عليه لانه مثلا يعرف، لانه تبارك الله ملي حل عينيه وكيلقى الخضر والفواكه كلهم يعني كاينين من الشتاء للصيف من غير هذاك الدلاح اللي تنبقاو عاقلين عليه انه راه تيكون غير في الصيف. فنحاولوا اننا نعقلوا على الفواكه ونوريو وليداتنا مثلا ولو يعني واخا يكبروا شويه نعلموهم على اساس انه راه هذه الخضره كتكون راه كتكون في هذه الوقيته ويتناولوها في الوقت ديالها. حتى انه مثلا حنا غالبيه السيدات عز عليهم مثلا داك القوقوج البانه، يعني الله غالب قوقوج البانه عز علينا بزاف وكنحاولوا على انه ناكلو في الموسم ديالو وقبل ما يخرج كناخذوا كميه ديال الجلبانه وديال القوق وكنديروها في المجمد في الكونجيلاتور. فكل اللي صعب عليه انه تعود على هذه القضيه، ولكن الناس الاخرين وحنا كنتكلموا يعني على هذه الفواكه والخضر الموسميه وكذلك حتى الفريز، الفريز حتى هو كنستعملوه كندخلوه الكونجيلاتور وكنخليوه وكنستعملوه العام كامل. فهذه من بين الامور الخاطئه، يعني سلوكات خاطئه، عادات غذائيه اللي هي مغلوطه واللي للاسف حنا عارفينها خطا وكنديروها لانه كنتوحشوا داك القوقوج البانه فواحد الوقيته اللي ما تيكونش فيها وتنحاولوا اننا نديروه. فنتمنى لانه نحاولوا نعاونوا راسنا ونستافدوا من حويجات صافي، الحاجه اللي حضرت في الوقت ديالها في الموسم ديالها نعاونوا حتى حنا راسنا والصحه ديالنا واللي خرجات. وحتى وحنا كنتكلموا دابا يعني هكا على الخضر والفواكه حاولوا انكم نعاودوا نتكلموا على الخضره والفواكه في الموسم ديالها، يعني عقلونا على الخضره اللي كتكون دابا لانه بعد النبات حتى كيبان لنا عند الخضار عنده هذه كنعرفوها راه مثلا كاينه، ولكن ما تنعرفوش الحويجات اللي كانوا عندهم في الفريغو يعني مستوكيين حتى مثلا كيخرجهم. فنحاولوا نتكلموا ونتمنى انه تبارك الله اللي في المناطق اللي فيها الفلاحه واللي تبارك الله متمكنين يعني في هذا المجال ديال الفلاحه يفيدونا ويفيدوا السيدات، يقولوا لنا مثلا شنو هما الخضر الموسميه، فوقاش كتبدا وفوقاش كتسالي، والفواكه الاخرى والخضر يعني الموسميه ديال الشتاء، باش حتى حنا نعاونوا نفوسنا وحتى الناس اللي تيسمعونا واللي ربما ما عندهمش درايه كيمشي كيتقدى واللي بان ليه راه كيتقداه اولا مثلا اللي بان ليه راه كيستوكيه ويديروه في المجمد. فنتمنى اننا نتكلموا على هذه الامور ان شاء الله.
فغادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا مباشرة نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. مرحبا إلى عندكم أي اقتراحات ولا نصائح منزلية ولا مطبخية تواصلوا معنا على 0522 88 00 60 61 62. كذلك جات طلبات، تذكرت دابا جات طلبات كثيرة على أنه نتكلموا على الحوت شوية، الحوت بالأنواع ديالو وبالأشكال ديالو وعلى حسب يعني الطراوة ديالو كيفاش كتكون، كيفاش نختاره، لأنه بزاف الأشخاص ما تيفرقوش من غير هادوك الحويج اللي هما معروفين على أنه خاص يكون دم حمار، خاص يكون مثلا نوركو عليه ما يكونش معجن، يعني ما يكونش نديرو سبعنا ونوركو على الحوتة وتخلي فيها الاثار، يبقى فيها الاثار، هذيك راه ماشي طريه، ما كيعرفوش شنو هو الحوت اللي في المجمد، يعني كيكون كونجلي وكيعاود يتباع. فهاد النصائح خاصه تبارك الله السيده وحتى الرجال اللي كيسمعونا تبارك الله عليهم، كنوجه لهم تحيه كبيره، كيفيدونا في الصراحه، نتمنى انهم يعطيونا لا على الخضره على الفواكه لا على النصائح الخاصه بالحوت باش الناس يمشيو يتقداو بكل سهوله ويوليو عارفين. كذلك حتى كيفاش كلي ما تيعرفش يفرق مثلا ما بين الدجاج البلدي والدجاج الرومي، مثلا كنهضر على الدجاج البلدي والرومي ملي كياخذوه من عند مورين الدجاج اللي كيكون كلشي حي باقي، يعني ما ذبح ما والو، ما تيعرفوش حتى ما بين الدجاج والفروش. فنحاولوا اننا نتكلموا على هاد الامور وخا يبانوا لنا بساط، وخا يقول لك لا راه الفروج راه عنده داك العرف حمر راه باين وهذا، فنحاولوا نرجعوا نتكلموا على هذه الامور، لانه تبارك الله كاين شابات اللي مازالين صغارات عندهم 12 14 16 عام فما فوق، باغيين يعرفوش بزاف الحويجات كيف ما حنا كنا فلاش ديالهم يمكن غافلين على شي حويجات. فنحاولوا اننا نزيدوا نذكروا كل سيده كل مستمع وفي عنده درايه كيفهم في شي امور، سواء فيما كيتعلق بالدواجن ولا هكا بالحوت ولا بالخضره ولا بالمنتوجات الطبيعيه ديال كل منطقه، شنو هي اللي مغشوشه وشنو هي اللي لا، كيفاش نعرفوا الزعفران الحار، كيفاش نعرفوا العسل وحنا بغينا نتقداو، دابا الموسم ديال الزيتون كيفاش نفهموا بزاف ديال الامور. وان كان يعني مشكور جدا اخصائي ديال التغذيه سي حليمي عطى نقاط مهمه جدا من الزيتون كيفاش كيتعصر حتى كيفاش كيتخزنوه ونحفظوه مثلا في في في, في يعني في, في البلايص ديالو. ولكن نعاودوا نرجعوا نتكلموا على هاد الامور اللي تبارك الله كيجني الزيتون كيطحنوا وكيبيعوا، يحاول يعطينا شي نقاط اللي هي مهمه كيفاش ممكن على انه نشريو الزيتون، نشريو زيت الزيتون اللي هو طبيعي، ونفيدوا المستمعات والمستمعين. غادي ناخذوا واخا معنا مكالمه، معنا لبنى من الصويره. الو الو لبنى، الو الو لبنى، الو ما كتسمعيناش؟ الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيداير اخت سناء؟ لاباس عليك؟ مرحبا لبنى، مرحبا. الو كنسمعوك كنسمعوك لبنى، تفضلي. سمحي لي، لا ما كاين حتى مشكل، مرحبا خذي راحتك، مرحبا. هذه اول مره كتشاركي معنا لبنى؟ وي اول مره كتشارك. مرحبا بالمشاركه ديالك، تفضلي لبنى. عندك شي سؤال ولا شي اقتراح؟ مهم سمعنا صوتك على خير لبنى، تحيتنا ليك ولكل اوفياء. انا من الصويره، نمشيو لاكادير عند ام سليمان. اهلا، صباح الخير. صباح النور. لا سناء كدايره؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا معك. الحمد لله، عندي ليك واحد الاقتراح وواحد الوصفه. يلا تفضلي نبداو بالقصيره. نبدا بواحد الكيك ياك. هو ساهل، ودابا وقيته ديال المونزارين وانت بحال درتي يعني كل حاجه نستفدوا منها في الوقت ديالها. غتاخذي الخلاط الكهربائي، غديري فيه جوج مانداريات مغسولين ومقطعين طريفات صغار بالجوج ديالهم في كل شيء، العلف اللي غنحيدو اييه، غنديروا عليهم جوج بيضات يعني بالحراره ديال المطبخ. ديما الكيك تيقول لك الناس فيه هبط، راه الا كانت البيض من الثلاجه لا سميتو راه تنديروا دوك جوج البيضات تنطحنوهم مزيان. اييه كيبانوا لنا بان راه طحنوا، تنحيدوا الغطاء، نديروا كاس ديال سميده، كاس لارض الزيت، جوج كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحلوه، واخا، وكاس ديال الماء من الروبيني، يعني ماشي باش تحنسي تيكون هذا المشكل، واش الماء دافي واش الماء، لا من الروبيني. صافي، وجوج خمارات حمرين من الاحتلال كانوا ايديال، حيت هذيك 7 غرام هذيك 8 غرام تتعاون. صافي، كلشي في مولينكس مره واحده، تندهنوا الموز من الاحتلال، كان داك البلا اللي ما فيه لا حفره لا والو، اييه كيكون غير سامبل، راه كاينين دابا بزاف ديال سميتو الزاج العادي، اي مول. صافي، تندهنوه بالزيت ولا الزبده، نرشو ديك السميده اللي عندنا، نخويوها، نهزو يدينا شويه نعليوها، صافي نخويوها، نديروها في الفران طيب الكيك العادي. فما نقولكش انا سنه رائعه،
والله العظيم الله يعطيك الصحه. اييه وسهله دابا حتى وانت يعني تطيبي الغداء غادي دغيا كتوجد صح. اييه بحال يعني ما عندكش شي يعني كاين بعض المرات شي كيكات يجونا صعاب بدل من هنا لهنا لهنا. كلشي كيطحن في الخلاط اييه ونديروه في المول وندخلوا للفران كيف قلتي. وحنا كنغسلوا المعن ولا كنطيبوا الغداء والكيكه كطيب نشموا الريحه ديالها صافي طفيو عليها من الفران وحنا يعني طيبنا الغداء وخرجنا بالكيكه. بغيت نقول لك زعما بواحد الطريقه اللي هي سهله. عندي واحد الاقتراح اخر بالنسبه للبيتزات. انا مثلا بحال بعض المرات مع خدامه يعني ما تدركنيش الوقيته باش نجلس ونوجد الباس ديال البيتزا وداك الشيء، تناخذ غير الكومير وتندير لهم فيه لاصوص طايبه يعني لاصوص عادي ديال الطوماط وتندير فوق منها الطون والفرماج محكوك والزيتون وشويه ديال الزعتر وتندخلها للفران. رائعه غير شويه اللي جات داك الفرماج اللي كيذوب صلاه على النبي. وها بيتزا واجده احسن من مثلا البط طلعت ليا لا ما طلعتش لا اي ولا ما كانش الوقت مثلا ولا ما كانش عندنا في الكونجيلاتور واجده تكون اي واجده بحال هكا. لاصوص راه سهله، انا عندي واحد الطريقه ديال لاصوص تنديرها تنصاوب تنقطع مطيشه بجلوف ديالها مقطعه كطريفات تنقطع عليها فلفله حمراء تنزيد بصيله وحده حتى هي مقطعه طريفات طريفات تندير شويه ديال الماء ومليحه تنخليها حتى تطيب تنحيد منها هذاك الماء وتنطحنها صافي تنصفيها بديك الصفايه الحمراء تتخرج ليا غير ديك سميتو تقدري تسميها بورقه موسى بشويه ديال الزعتر شويه ديال زيت العود صافي وتختينيها فوق. اييه الا بقات عندك الوقت نعطيك واحد الحليب مركز. اييه الطريقه ديالو كاس كبير ديال السكر غادي نحطوه فوق النار حتى تيولي كراميل ونخلو عليه كاس كبير ديال الحليب نفس الكاس ونخليوه يغلى مزيان حتى يتغير اللون ديالو ونديرو عليه واحد المعلقه ديال النشا صافي. ومنين تيعقد تندير واحد الطريف ديال الزبده وها الحليب المركز واجد عندنا. اييه واخا تبارك الله عليك ام سليمان ربي يخليك اختي مشكور على تواصلك معنا سمعنا الصوت ديالكم الله يبارك فيك مرحبا بك في اي وقت مرحبا شكرا لك بزاف ام سليمان من اكادير وشكرا لكل المستمعات على تواصلكم الدائم ونتمنى هادشي اللي تكلمنا عليه اليوم اننا ان شاء الله نكملوا يعني في هاد الاسابيع المقبله. فوق ما قبلت لكم الخط عطيو اقتراحات لا بخصوص الحوت والدواجن ولا بمنتوجات طبيعيه كيفاش نعرفوا الحوايج اللي هما يعني ما مغشوشينش اللي هما اصيليين وفي نفس الوقت كيفاش نتقداو بطريقه اللي هي سهله سواء الحوت او الدجاج او الخضره ونتكلموا على الخضر والفواكه الموسميه باش نتعرفوا على بزاف ديال الامور اللي غادي يفيدونا ويفيدوا يعني كل الاوفياء ديالنا اللي كيسمعونا اليوم على حسب كل وحده ويعني شنو كتعرف وتفيد المستمعات. شكرا لكم مستمعنا الوفاء ديالكم لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه شوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه من الاذاعه القريبه من الاذاعه القريبه من الاذاعه القريبه من